زي ما الجيش الإسرائيلي بينشر النهاردة تقارير يقولك احنا مستغربين جدا من عدد القوات المسلحة المنتشرة على طول الحدود، وان مصر الظاهر كده بتستعد لسيناريو أسوأ. لازم تعرف ان الجيش المصري عاوز الجبهة دي متماسكة بشكل كبير جدا، جبهة سيناء، جبهة رفح، الجبهة على طول الحدود مع غزة يجب انها تكون متماسكة. هل انا بتكلم ان اتحاد قبائل سيناء هيخش يأمن الحدود؟ انا بتكلمش في كده، بس انا بتكلم ان اهالينا في سيناء دول اللي كانوا موجودين وبيحاربوا الارهاب، لو لا قدر الله الجيش الاسرائيلي دخل رفح ودخل وابتدى يشعل القتال هناك، لا تستبعد ابدا السيناريو الاسوأ، وهو سيناريو العجلات المشتعلة اللي اشارت ليه اسرائيل وقالت لك ان المصريين بيستعدوا ليه، اقتحام للحدود المصرية. لان تاني القتال ده هيتم في محور فيلادلفيا على طول الحدود المصرية، شوف قد ايه طول الحدود المصرية، العسكريين المصريين او الجيش المصري هيفضل يشاهد حماس وهي بتقتل في الجيش الاسرائيلي، والعكس صحيح، الاثنين هيقعدوا يقتلوا بعض. لا تستبعد ابدا يا اما يحصل عملية اختراق وده مشهد يستدعي ان انت تأمن حدودك، يا اما يحصل اسوأ وهي القتل الخطأ، ان انت بتتكلم ان اسرائيل مثلا تقصف موقع حدودي مصري، تقتل جندي مصري بالخطأ وهكذا. احنا يا جماعة بنستعد للحرب.